تعرف على صاحب تراند بينا بارر. بينا بارر نبي نستخدم بينا بارر في الأرض. فاروق الجوهري الشاب المشهور على تيك توك وخاصة بكلمة بينا بارر اللي أثارت الجدل مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كانت من تأليفه، حيث تمكن فاروق من جمع أكثر من 500,000 متابع وأكثر من 7,000,000 إعجاب على تيك توك بمشاركته لمقاطع قصيرة يجمع فيها يومياته كشاب، هذا غير نشاطه على انستغرام بتنزيله لمجموعة من الصور نظرا لتعلقه بمجال الموديلينج والتصوير. طب ليه كده تشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي كمان؟ طب ليه كده تشغل بالي وقلبي وعقلي وكله كمان؟ إلا أنه فيديو بينا بارر وبعد الانتشار اللي حققه خلاه يفكر بالتقرب أكثر من جمهوره، ومع انتشار الترند الخاص به شاف أنه هذا هو الوقت المناسب للانضمام لعالم يوتيوب بفتحه لقناة خاصة فيه، وللتواصل أكثر مع متابعينه قرر يجاوب على كل أسئلتهم عن طريق فيديوهات سؤال وجواب نزلهم بقناته. إيه ده؟ كسر أرض ليه بس؟ أوكي ننظفها. بينا بارر نبي نستخدم بينا بارر في الأرض. إيه يا جدعان، ما تجيب بتاع ده بينا بارر؟ حد يعمل كيف بينا بارر؟ فمع كل هالنجاح اللي حققه فاروق إلا أنه تلقى بعض الانتقادات، فتوجهت لإله عبر الخاص على انستغرام وسألته مجموعة من الأسئلة، ومن بينها هل أزعجتك الانتقادات اللي تلقيتها من بعد الفيديو اللي انتشر؟ وأجاب لا مش بتزعجني، لأنه مش كل حاجة هتعجب كل حد، وده جزء من الحياة، في ناس هتحب اللي بعمله وفي ناس مش هيعجبها، وأنا راضي بهذا وسعيد الحمد لله، ولكن ده ما يمنعش أني أحب أن ناس أكتر تحب اللي بعمله، وأني أستطيع أني أكون مؤثر بطريقة إيجابية بكمية أكبر. وبالأخير وجه رسالة لجمهوره وكتب رسالتي هي أن الحياة جميلة، ودائما حاولوا أن تسعدوا الآخرين وأنفسكم، ودائما حاولوا تفيدون الآخرين.